نفسك والإذنك؟ أنا المهندس محمد الأمين جميل. أنا جاي هنا بصفتي عضو في جماعة الإخوان المسلمين وممثل عن برضو حزب الحرية والعدالة. وطبعا إحنا كجزء لا يتجزأ من الشعب المصري بنرفض ما حدث تماما، ونرى إنه هذه الوقفة ما هي إلا تعبير بسيط ينبغي أن يصل رسالة قوية جدا إلى كل من بيده سلطة في مصر، سواء كان المجلس العسكري أو سواء كانت الحكومة، أن المواقف المصرية ينبغي أن تكون أكثر تشددا فيما يتعلق بالدم المصري. وإحنا لسه طالعين الحمد لله من ثورة 25 يناير التي ضرب في الشعب المصري أروع الأمثلة في كيف يصون دم شهدائه وكيف يضحي بالدم وبالغالي وبالنفيس حتى يحصل على حريته. فلا يصح أبدا في هذه الأجواء أن يحدث ما حدث وأن يكون لنا موقف ضعيف تجاه ما حدث لأبنائنا على الحدود. في حالة تجاهل الحكومة أو المجلس العسكري لهذه المطالب اللي هي تعتبر مطالب الشعب، فماذا ستفعلون؟ الشعب الآن هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة. الشعب المصري هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، ولن يجرؤ من كان في يده سلطة أي ما كان إلا أن يتجاوب مع مطالب الشعب. فمطالب الشعب واضحة وصريحة، نحن نرفض تماما أن تكون مواقفنا ضعيفة تجاه ما حدث، وينبغي أن تكون هناك وقفة قوية وواضحة، ولابد أن لا يبقى هذا السفير في بلادنا بعد ما فعله هناك، بعد ما فعلته الحكومة الإسرائيلية في جنودنا على الحدود. هل في إعداد فعل للمليونية القادمة الحكومة القادمة إن شاء الله؟ بلا شك هناك العديد من الفعاليات التي يتم الترتيب لها الآن حتى تجد على أرض الواقع وتكون الرسالة أقوى بكثير حتى مما يحدث الآن. هذه الذي يحدث اليوم رسالة بسيطة مما يمكن أن يفعله الشعب المصري، وحتى تكون الرسالة قوية لكل من بيده سلطة في إسرائيل. شكرا سيدنا في العمر. شكرا يا فندم. عرف نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. عرف السيد مع الأزهري. طبعا قبل كل حاجة احنا عايزين نقطع الغاز عن إسرائيل، ومش عايزين معاملة مع إسرائيل، احنا خلاص زهقنا من إسرائيل. واحنا طبعا احنا عاملينها كرامة، هم ياخدوا السفير بتاعنا، واحنا الحمد لله السفير بتاعنا خلاص مشي من عندهم. ماشي، هم دولت قتلوا الأنبياء وما لهمش عهد أصلا، دول قتلوا الأنبياء وما لهمش عهد. وطبعا هم دولت لابد احنا عشان نعرفهم ان جيش محمد موجود هنا دلوقتي في امام السفارة الإسرائيلية، وان شاء الله مش هنمشي من هنا، يا اما يخرج السفير الإسرائيلي يا اما الشهادة. ده اخر مطالب عندنا، مش كده اكتر من كده. في استمرار مستمر. احنا قاعدين ان شاء الله قاعدين هنا الا ان يأذن الله عز وجل ويخرج السفير الإسرائيلي من هنا من المكان ده. شكرا.